الخير مشاهدينا ومشاهدي منصة الكوير ميديا فوق المكان، معكم اسكندر اسلام رضا في لايف جديد وغريب بمعنى اصح. يعني احنا نعرف ان البحر في الصيف بيبقى ملك للجميع، والناس كتيرة جدا بتيجي محافظات كتيرة جدا 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 من كل محافظات مصر عشان خاطر تيجي تصيف في اسكندرية. وطبعا زي ما انتوا شفتوا الزحمة الايام اللي فاتت دي في اسكندرية بشكل غريب، لكن احنا دلوقتي قدام ظاهرة اغرب واغرب. ماسورة صرف صحي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، ماسورة صرف صحي بطول الشارع العمومي كله بيصب هنا قدام حضراتكم في شاطئ ابو تلات. يعني كارثة صحية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ادي ماسورة صرف، ماسورة صرف زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اهوت، ده اهوت بطول الشارع. انا عايز اقولكم ان هي بطول الشارع كله، شارع ابو تلات، دخلت ابو تلات. الماسورة دي بطول 2 كيلو من الشارع العمومي، وبتيجي هنا في الاخر زي ما انتوا شايفين اهو البلاوي دي كلها والحاجات دي كلها بتصب هنا وبتنزل في الشاطئ. انا اهوت موضحين لحضراتكم قدام حضراتكم اهو حالا، ادي ماسورة الصرف وادي الشاطئ اهو. المية بتنزل هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين، اهوت بتمشي وبتروح على البحر. البحر بقى مليان ناس زي ما حضراتكم شايفين، البحر مليان ناس، ومية الصرف بتختلط بمية البحر، وجوا ناس زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اهوت. زي ما انتوا شايفين ادي مية الصرف تختلط بالماء الملوث اللي هي مية الصرف، والناس بقى اللي موجودة في قلب البحر هم بقى على الله. يعني كده كارثة صحية كاملة متكاملة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ادي المية بتاعت الصرف اهي، ادي مية الصرف والماسورة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اهو، وبتنزل على الشاطئ هنا شاطئ ابو تلات. زي ما حضراتكم شايفين الماسورة هيت وبتنزل بقى بتصب في قلب البحر. هنا بقى عايز اقول لحضراتكم ان الماسورة دي بتنزل كل صرف منطقة ابو تلات بحري كلها
في المنطقة هنا وبتختلط بيه مية البحر، وزي ما انتوا شايفين الناس واقفة هناك اهي، وفي البحر ومية الصرف بتحوي على مية البحر والناس كتيرة جواه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. وطبعا بتطلع بقى روايح، وطبعا بالليل هنا في حاجات غريبة جدا جدا بتطلع بسببها، يعني الريحة الخام اللي بتطلع منها زائد الناموس والحشرات اللي بتطلع منها حاجة صعبة جدا جدا جدا. هنا يعني بيواجهها سكان منطقة أبو تلات، يعني حاجة صعبة جدا. هيكون معانا دلوقتي أحد الأهالي ويعني من كبار الأهالي هنا في منطقة أبو تلات، وهيتكلم معانا عن الموضوع دوت، ويعني يقولنا الموضوع من أوله بقى. ازيك يا عم شعبان؟ مرة عايش عامل ايه؟ والله الحمد لله، انت بصحة وسلامة، انت بصحة وسلامة. والله بقالي بتاع 10 سنين، 10 سنين بس كان يجيبوا في الشفا يشغلوه في سبع سنين. دلوقتي شغالة سبجدة وشغال بقالة تعادل زمين، بس في السبع سنين خلى على طول في السبع سنين كان بجروح راح بجروح. وبعدين بيذكر حضرتك حتى لو زورت العمايل في ناس واخدة شقة ب600,000 و700,000 و300,000 عشان المنظر ده بيطلع عليه الناموس وريحة وحشة بالليل. انت شقير يا شقير، الريحة احنا مش طايقينها على كده واحنا واقفين. هذا 10 سنين بس كان شروع بالصيف، دلوقتي شغالة زبشتة. بس تم بعد كده الجمهور شغال المزورتين، المزورتين دول ساعتها وشغالين. بس دي بتمثل حاجة ودي كمان بتمثل، يعني الاتنين بيمثلوا بالمزور. جواب شغالة واحدة بس، من الزور.
ساكن شمال ويمين. بتطلع على جبال ويمين. يعني الصرف ده بيجي كل المنطقة حريق كل المنطقة الدرمان. بس كان الجناب الصيف جناب الشغالة بالصيف على طول الناس تيجي تقف وتمشي واللي مش فاهم طبعا بيزدحم. يعني الناس انا شايف ناس كتير هوا مش عارف الناس دي مش واخدة بالها من حاجة زي ما مش واخدة بالها ما جابهاش اللي بيشوفها بيمشي على طول اللي بيشوفها بيمشي على طول اللي بيشوف القوة اللي بيشوف المسيرة بيمشي على طول ما بيش واحد دي مش شايفين المسيرة يا رب دي مش شايفين المسيرة مش شايفين المسيرة يعني في ناس بتيجي بتشوف الموضوع ده بتمشي على طول ترجع والله وين الغضب اللي تقطع تساكت ما تكون شايف المزورة شو المزورة ترجع تذكر تاني وتمشي والله العظيم بكلمك جد ناس بقت بيوتها بالرخص بقت ناس بقت بيوتها بالرخص بعد فلوسها بالرخص